جداد زينا وبعد كده دخلوهم جامعه على 1200 جنيه ليه؟ Because we cannot fix everybody's situation at one time. ما ينفعش تعديل أوضاع الناس كلها في مرة واحدة. مستحيل. سؤال ليه؟ تمام. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ Because the financial impact of making very large salary increases, which is what is being proposed, is not within the financial resources of the university. لأن التعديلات اللي انتوا طالبينها مش في امكانيات المالية للجامعة. احنا مش طالبين تعديل، احنا طالبين نتساوى زينا زي الناس القدام المتعينة. انا مش طالب تعديل. محمود عايز يسأل سؤال. And eventually we will be. وفعليا ده هيتم. يا جماعة فعليا مع الوقت ده Beginning in the fiscal year 2012, we expect to make significant change in salaries. بداية السنة 2011-2012 لأن ما ينفعش فجأة دلوقتي نعمل تغييرات جوهرية في المرتبات. In the current year, we're going to continue to look at the individual cases of all staff. في السنة الحالية هيتم النظر لكل الحالات الفردية للموظفين. هو في سؤالين. انا بسأل ليه؟ احنا دلوقتي بنسأل بس هو يسأل. في سؤال يا جدعان بس لحظة. ماشي ماشي. بس يا جماعة الصمت. الصوت. لما تاخد بتعيين وتحويل الموظفين من كومباس للجامعة الأمريكية اتعمل مشروطا بأن لن يتم زيادة في خلال نفس السنة اللي هيتم التعيين فيها. يعني قرار اتاخد مش في نفس السنة هيتم زيادة. I think that's good. Thank you. شكرا. ايه السبب؟ One second. ايه سؤالك؟ ايه سؤالك؟ انا عايز اعرف فين الشفافيه بتاعت ال 100 بوينت؟ بس جاوبني عليه. بس انا مش عايز اكتر من كده. Where is the transparency of the budget? Where is the financial statements? We want the financial statements. Financial budget. Each and every university in the world has a financial statement that's published. Where is the financial statement? Where is the financial statement of students' money? Where is it going? Where is the students' money going? If the workers are not getting paid.